الذهب رايح على فين؟ ويا ترى سعره هينزل اليومين الجايين؟ لو انت او انتي من الناس المهتمين بالاستثمار في الذهب، فعلى الاغلب يعني انك كده هتبقى متابع سوق الذهب. حركة البيع والشراء في مصر اليومين اللي فاتوا، هتلاقي ان الذهب مرة استقر ومرة بينزل، وما بقاش بيحصل رفع فجأة ليه زي الاول. فيا ترى ايه اللي بيحصل في سوق الذهب؟ والاهم، ايه توقعات الاسعار الجاية؟ للاجابة على الاسئلة دي لازم نفهم ايه اللي بيحصل في سوق الذهب، ولازم نبقى عارفين طبيعة الذهب في مصر بالذات، لأنه بيختلف عن الأسواق العالمية سواء في ارتفاعه أو في انخفاضه. فالذهب في مصر ليه ظروف خاصة بيرفع فيها. طب يا ترى إيه أسباب عدم الاستقرار ده؟ بص يا سيدي، في شوية حاجات كده بتأثر على الذهب. أول حاجة الأزمات والقرارات الحكومية، وخاصة المتعلقة بتعويم الجنيه، لأن هنا الناس بتجري كلها على محلات الذهب علشان تشتري سبائك وجنيهات ذهب من باب الاستثمار، وتحاوط نفسها من انخفاض قيمة الجنيه بالذهب، وعلشان يحافظوا على قيمة فلوسهم. ولو تابعنا منحنى الأسعار على مدار 2023، هنلاقي إن الأسعار عليت قوي في وقت التعويم. بعيداً بقى عن فكرة الأزمات الاقتصادية للذهب، إنه سوق زي أي سوق بيحكمه قوانين العرض والطلب، وده سر استقراره في الفترة الأخيرة، لأن الطلب بيقل على المعروض، فالأسعار بتنزل بجانب استقرار سوق صرف الدولار وتأجيل الحكومة لخطط التعويم وتحرير سعر الجنيه. طبعاً ده غير قرار الحكومة بالسماح للمصريين في الخارج باستخدام أي كميات من الذهب من غير رسوم ولا ضرائب ولا جمارك، وده ساهم بشكل كبير في استقرار الأسواق والأسعار، ودخل أكتر من 2 طن من الذهب من المبادرة، واستمرارها يعني استمرار ضخ المعدن الأصفر وزيادة المعروض. وعلشان كده بالأسباب دي الخبراء بيرجحوا استمرار موجة انخفاض الأسعار، وفي خبراء اتوقعوا ان سعره يوصل لسعره المعادل، وهو 1998 لعيار 21، وشايفين ان الاسعار الحالية لسه مبالغ فيها. وبما ان التوقعات بتقول استمرار الانخفاض، بيبقى ده الوقت المناسب للشراء والاستثمار طويل الاجل في الذهب، وفي نفس الوقت مش وقت البيع خالص، لان البيع خسارة مستعجلة. والحقيقة ان سوق الذهب في مصر بيمشي عكس التحركات العالمية. مثلا أسعار الذهب العالمية امبارح سجلت انخفاض كبير وصل لحوالي 135 دولار في قيمة الأونصة، مع ارتفاع محلي سجل خلاله الذهب صعود طفيف بقيمة حوالي 5 جنيهات. وتعكس النهاردة الدفة بانخفاض جديد رغم الارتفاع العالمي وتراجع المعدن الأصفر لحوالي 10 جنيهات اليوم، في حين أن الأسعار العالمية للذهب سجلت صعود بحوالي 5 دولارات للأونصة. طب هل الأسعار الفترة اللي جاية نازلة، ولا في احتمالية لارتفاع جديد؟ بنسبة كبيرة مؤشر الذهب للأيام الجاية هيشهد انخفاض كبير، لأنه حتى عالمياً سعر الذهب بينزل، فلسه الذهب بيحقق خسائر. فلو حضرتك عايز تشتري، تقدر تقسم فلوسك وتشتري جزء بيها دلوقتي، وتشتري جزء كمان لما الأسعار تنزل، لأن سعر الذهب في مصر مش مرتبط بالسعر العالمي، لأن في 3 عوامل رئيسية بتتحكم في الأسعار. أولها سعر الدولار في الأسواق الموازية، حجم الطلب على شراء الذهب في مصر، وآخر حاجة الأسعار العالمية للذهب.